قلبك حنين يا نبي، مفيش حنان على كوكبي. الشمس طلعت في الغروب لما بتزعل عصابي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة إن شاء الله هنشتغل المفرش مع بعض. ارتفعت 5 سلاسل واشتغلت فراغ، هرتفع 2 سلسلة وهشتغل تاني فراغ، هرتفع 2 سلسلة وهشتغل تالت فراغ. طبعا لو اشتغلنا من بداية الوردة هنشتغل كمان 4 فراغات، يعني من بداية الوردة 7 فراغات. الفراغ الثامن بقى هشتغل فيه أعمدة. وهشتغل 4 أعمدة. هرتفع 2 سلسلة وهشتغل فراغ. بعد كده هشتغل فوق كل عمود عمود، دول 7 أعمدة. هشتغل فراغين، هرتفع 2 سلسلة وهشتغل عمود فوق العمود، هرتفع 2 سلسلة وهشتغل عمود فوق العمود. بعد كده هكمل 4 أعمدة وهشتغل فراغ اللي في آخر الوردة. بعد كده هشتغل 7 فراغات اللي بين الوردتين. كده وصلنا لبداية الوردة، هشتغل 7 فراغات لغاية ما اوصل للفراغ اللي قبل الأعمدة. هشتغل أعمدة في الفراغ الثامن، هشتغل عمودين وهشتغل 4 أعمدة. هشتغل فراغ و7 أعمدة. هشتغل فراغين و4 أعمدة. هشتغل فراغ اللي في نهاية الوردة. بعد كده هشتغل 7 فراغات اللي بين الوردتين وهكمل بنفس الطريقة. هنبتدي سطر جديد وهرتفع 5 سلاسل وهشتغل أول فراغ، ارتفع 2 سلسلة وهشتغل تاني فراغ. طبعا من بداية الوردة في 4 فراغات. ارتفع 2 سلسلة وهشتغل تالت فراغ،
هرتفع سلسلتين وهشتغل حراك في بداية الأعمدة، هتخطى عمودين وفي العمود الثالث هشتغل عمود، كده يبقى عندي 8 فراغات. بعد كده هشتغل 4 أعمدة، هشتغل فراغين، هشتغل 4 أعمدة، وهشتغل أعمدة في فراغين، هشتغل عمودين في الفراغ وعمود فوق العمود. بعد كده هرتفع سلسلتين وهشتغل فراغ فوق الأعمدة، هشتغل آخر فراغ في الوردة، وهشتغل 7 فراغات اللي بين الوردتين، وهشتغل الوردة دي زي ما اشتغلت من بداية السطر. هشتغل 8 فراغات و4 أعمدة، هشتغل من بداية الوردة 8 فراغات 4 أعمدة، فراغ فراغ في بداية الأعمدة 4 أعمدة، هشتغل أعمدة في فراغين، وهكمل فراغات لغاية ما أوصل للوردة التانية. نرجع نكمل. هبتدي سطر جديد وهرتفع 5 سلاسل، وهشتغل فراغ من بداية الوردة في 4 فراغات، ده الفراغ الخامس. اشتغلت 4 فراغات، يبقى كده 8 فراغات من بداية الوردة. بعد كده هشتغل 4 أعمدة، وهشتغل أعمدة في فراغين، وهشتغل 7 أعمدة، وفي نهاية الأعمدة هشتغل فراغ. بعد كده هشتغل فراغات لغاية ما اوصل لل4 أعمدة، هشتغل فيهم 4 أعمدة، أعمدة في فراغين، 7 أعمدة، وفراغ في نهاية الأعمدة، وهكمل بنفس الطريقة ونرجع. ده شكل الوردة بعد ما خلصت. السطر اللي فات ده كان آخر سطر في الوردة. السطر ده بقى هنشتغله كله فراغات. هرتفع 5 سلاسل، وهشتغل عمود فوق العمود، هرتفع سلسلتين وهشتغل عمود، هشتغل فراغات فوق الأعمدة، هرتفع سلسلتين واتخطى عمودين وعمود في العمود الثالث، هشتغل السطر كله فراغات ونرجع نكمل. هنبتدي سطر جديد بعد الفراغات. هنرتفع 4 سلاسل، وهشتغل عمودين في الفراغ،
بعد كده هرتفع سلسلة وهشتغل عمودين في الفراغ اللي بعده. سلسلة وعمودين في الفراغ اللي بعده. يبقى السطر ده كله هشتغله في كل فراغ عمودين وبينهم سلسلة. عمودين في الفراغ وسلسلة. عمودين وسلسلة. يبقى هشتغل السطر كله بنفس الطريقة. عمودين وسلسلة ونرجع نكمل. هنبتدي سطر جديد وهرتفع 3 سلاسل وهشتغل عمود في نفس المكان. كده عمودين. هرتفع سلسلتين وهشتغل عمودين في الفراغ. سلسلتين وعمودين في الفراغ. سلسلتين وعمودين في الفراغ. هشتغل السطر كله بنفس الطريقة. بين كل عمودين سلسلتين. سلسلتين عمودين في الفراغ. سلسلتين عمودين في الفراغ. سلسلتين وعمودين في الفراغ. هشتغل 6 سطور بنفس الطريقة. اشتغلت 7 سطور عمودين سلسلتين عمودين. بعد كده قفلت السطر المنزلقة وهشتغل منزلقة عشان اوصل بين العمودين. وهرتفع 5 سلاسل. 1 2 3 4 5. وهشتغل عمود في الفراغ. هرتفع سلسلتين وهشتغل عمود بين العمودين. هرتفع سلسلتين وهشتغل عمود في الفراغ. هرتفع سلسلتين وهشتغل عمود بين العمودين. سلسلتين عمود في الفراغ. سلسلتين عمود بين العمودين. هشتغل السطر كله بنفس الطريقة. قفلت السطر بمنزلقة ونبتدي سطر جديد. هرتفع 3 سلاسل. هشتغل عمودين في الفراغ. وهشتغل عمود فوق العمود. هشتغل في الفراغ اللي بعده عمودين وعمود فوق العمود. وهشتغل في الفراغ اللي بعده عمودين وعمود فوق العمود. هرتفع 4 سلاسل. 1 2 3 4. وهتخطى فراغين والفراغ التالت هشتغل فيه غرزة حشو. وهرتفع 4 سلاسل. وهتخطى فراغين وفي الفراغ التالت هشتغل عمود فوق العمود. عمودين في الفراغ. عمود فوق العمود. عمودين في الفراغ. وعمود
عوضين في الفراغ. عمود فوق العمود. بعد كده هرتفع 4 سلاسل، 1 2 3 4، وهتخطى فراغين، والفراغ التالت غرزة حشو. 1 2 3 4، هشتغل زي ما اشتغلت من بداية السطح. أعمدة في 3 فراغات، هتخطى فراغين، الفراغ التالت هشتغل عمود فوق العمود، وهشتغل عمودين في الفراغ، وعمود فوق العمود، كده اشتغلت أعمدة في فراغين. هشتغل في فراغ تاني، هشتغل أعمدة في الفراغ التالت، يبقى أنا بشتغل أعمدة في 3 فراغات وعمود فوق العمود. برتفع 4 سلاسل، بتخطى فراغين والفراغ التالت غرزة حشو. بتخطى فراغين وابتدي أشتغل الأعمدة في 3 فراغات. هرتفع 4 سلاسل وهتخطى فراغين واشتغل غرزة حشو. 4 سلاسل، هتخطى فراغين وابتدي من الفراغ التالت اشتغل اعمدة زي ما بدأت. ان شاء الله الفيديو الجاي نكمل المفرش مع بعض. دمتم في حفظ ورعاية الله.